حكايتنا حكاية ليها العجب، احتار فيها كل اللي سمعوا عنها، منهم اللي قال عادي وبتحصل، ومنهم اللي استغرب وهرب منه النوم. حكايتنا عن عبد الجواد، شاب عنده 32 سنة من قرية صغيرة في محافظة الشرقية، متجوز بقاله 6 شهور من صفية بنت خاله. عبد الجواد ظروفه المادية كانت صعبة شوية، كلم طوب الأرض يوصيهم على شغل، ومنهم بلدياته حسنين أبو المعاطي اللي بيشتغل حارس عقار في حي جاردن سيتي بالقاهرة. عبد الجواد كان رافض يكلم حسنين علشان ما يسيبش مراته وهي حامل، لكن صفية قدرت تقنعه إنها هتكون بخير والمهم إنه يشق طريقه. في النهاية اضطر يوافق، وفعلا حسنين اتصل بعبد الجواد وبلغه إنه لقاله شغل وإنه لازم ينزل القاهرة وبسرعة قبل الشغلانة ما تطير وتروح لغيره. ودع عبد الجواد مراته ووصاها تحافظ على نفسها وعلف بطنها، وقال لها أول ما يستقر في الشغل هيبعت لها تنزل له القاهرة. وصل عبد الجواد للقاهرة علشان يشتغل حارس عقار في حي جاردن سيتي، ودي كانت أول زيارة للقاهرة. حسنين وعبد الجواد دلوقتي قاعدين على القهوة بيفطروا ويشربوا الشاي، والانبهار باين على ملامح عبد الجواد وهو بيسمع لبلدياته وهو بيكلمه عن حي جاردن سيتي وعن العمارة اللي هيشتغل فيها. وطبعا حسنين طمنوا ان مسيره لما يستقر في القاهرة هيعرف كل دهاليزها، وكمان لما يستلم شقة ولا اتنين ويتوسط في بيعهم ولا ايجارهم هيكسب فلوس كويسة. عبد الجواد فرح بالكلام ده وسرح مع نفسه وحلم بالفلوس والعيشة التمام، ومن فرحة عبد الجواد ما كملش فطاره وقام وقف على حيله. ضحك حسنين لما فهم حماس بلدياته وقال له يا راجل اقعد كمل فطارك لسه بدري على ميعادنا. عبد الجواد قال له لا كده تمام قوي، وقاموا الاتنين وحسنين لسه بيكمل كلامه عن حي جاردن سيتي. أما عبد الجواد فضل ماشي جنب حسنين وهو فاتح بقه ومبرق عينيه من اللي بيشوفه وبيسمعه. حسنين ما فاتهوش يكلمه عن مدام إلهام صاحبة العمارة اللي هيشتغل فيها، وقال له إنها ست محترمة قوي وجد في تعاملاتها مع كل الناس. مدام إلهام ست مطلقة عندها 53 سنة وعايشة لوحدها بعد ابنها مهاجر كندا من 5 سنين، طبعها حاد شوية وده بيبان على صوتها. وصلوا للعمارة والشقة مدام إلهام وتم التعارف بين الجميع، وبعد ما اتفقوا على كل حاجة جه وقت التنبيهات والتحذيرات من مدام إلهام لعبد الجواد. نبهت عليه إن أهم حاجة عندها الأمان والنظام ونظافة العمارة، وإنها مش عاوزة تسمع أي شكوى من السكان. طمنها حسنين وهو بيقول لها إن عبد الجواد بتاع شغل وإنه ضمنه برقبته، وكعادة مدام إلهام بأسلوبها الحاد قالت له آه هنشوف. عبد الجواد بسرعة حب يطمنها فقال لها إنه ساب بلده وجاي يشتغل بسبب الحوجة. طبعا ردت عليه بتعليمات مشددة وقالت له إنه يصحى من 5 الصبح ينظف السلم كنس ومسح ونظافة عربيات السكان وبعدين طلباتهم. سلمته مفتاح الأوضة بتاعته اللي فوق السطوح وفهمته إن الأوضة اللي في الأرض فيها مشكلة. حسنين شكر مدام إلهام واستأذن علشان يقوم مع عبد الجواد يفرجوا الأوضة، وطبعا ما فاتهوش يأكد على وصايا مدام إلهام، لكن عبد الجواد دماغه في حتة تانية خالص. سأل حسنين عن الأوضة اللي فوق السطوح وليه مش في الأرضي، وإن كده هيبقى بعيد عن متابعة مدخل العمارة لأي رجل غريبة. رد حسنين بلا مبالاة وقال له فوق ولا تحت المهم إنك اشتغلت وخلاص. عبد الجواد استلم الشغل وقضى ليلته ينظف ويرتب الأوضة رغم إن مساحتها محدودة جدا، لكن الكراكيب هي اللي كانت شغلة المساحة الضيقة. حل عليه التعب ونسي نفسه حتى في الأكل، لكنه كلم مراته بسرعة يطمنها إنه بخير واستلم الشغل، وبعدها استسلم للنوم من تعبه. لحد كده وعبد الجواد بقى مطمن ان في ايده شغلانه هتفتح له باب رزق كويس على حسب كلام حسنين، وطبعا من تعبه كان هيروح عليه نومه لولا حسنين اللي جاله قبل الفجر يلحقه، واللي عمل حسابه لقاه عبد الجواد غرقان في سابع نومه. حسنين جاب معاه الفطار وصرب عبد الجواد علشان يلحق يفطر ويقوم بالمطلوب قبل السكان ما يصحوا، لكن حسنين فاجئ عبد الجواد بسؤال عجيب خلى عبد الجواد يحتار. ساله هو انت ما شفتش حاجه ليله امبارح؟